بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل سويا ما تبقى من محاضرة الجرام نيجاتيف كوكا. هو مرض، طبعا هنا نسيج جونوريا بسبب مرض السيلان، وهذا عبارة عن مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بحيث انه البكتيريا اللي هي نسيجة جونوريا ادهير لمين تلتصق بالإبيثيليال تيشيو لمين للميوكس ممبرين لمنطقة الجينيتال او يورينري او ديجستيف تراكت اوف هيومن. وخصوصا نتحدثان عن منطقة التناسلية، نجد أنه الميكروب بيلتصق فيها، بحيث أنه لو وجد فقط 100 زوج من هذه البكتيريا يمكن له القدرة على أن يسبب المرض. يعني عدد قليل الانفكشوس دوز، يعني 10 أو 2 فقط 100 ممكن أنها تسبب اللي هو الإصابة بمرض السيلان. بالنسبة لمرض السيلان في الرجال سيبتوماتيك، بحيث انه تظهر اعراض مثل التهاب الاحليل اللي يمكن ان يحدث بعد يومين الى 7 ايام من فترة الحضانة، بحيث انه المريض بيشعر بحرقة عند التبول، حيث انه ايضا ممكن يظهر منه كذلك اللي هو افرازات قيحية من القضيب عند الرجل. فهذه من الحاجات اللي موجودة كأعراض للمصاب، بتلاقي عنده إفرازات، وهذه يعني حتى في بعض الحالات يعني شخصناها في حالات سابقة، كان الرجل كان جاي من الخارج، كيف تمكننا حتى أنه بسهولة نتعرف أنه كان مريض بالسيلان. البيريولنت ديسشارج، هذه الإفرازات القيحية حطها على سلايد على شريحة، وقمنا بعمل جرام ستين لهذه الشريحة، ومن خلالها تم بشكل واضح كان موجود عندنا جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي في الباسلز. فمن خلالها كان بريسمبتيف دايجنوسيس، تشخيص مبدأ انه هذا المريض مصاب بمرض السيلان. فهذه الافرازات القيحية اللي بتخرج من المصاب بمرض السيلان بسهل ايضا علينا تشخيص ومعرفة اصابته من خلال قبل مزرع العينة، حتى من خلال الجرام ستين. نعم، نستطيع الحصول على تشخيص مبدئي بالإصابة بالمرض. كذلك يمكن أنها تسبب هذا الميكروب، يمكن أن يسبب العقم، وخصوصا إذا كانت منطقة البروستات أو البربخ عند الرجل تعرضت للإصابة بمين بهذا النوع من الميكروبات. طب بالنسبة للمرأة، بقول لي أنا من إنه المرأة احتمال إصابتها بالعدوى من رجل مصاب بمرض السيلان تعتبر أكثر ارتفاعا، وهنا في شغلة مهمة نعرفها في المرأة، إنها تعتبر أسيمتوماتيك كونديشن. نسبة عندي 50% بتطرش عندهم مين الأعراض، لكن هنا إيش اللي بنلاحظ إنه عند المرأة من الأعراض اللي إذا كان ظهرت بشكل واضح عندها، وين بصير الالتهابات موجودة في منطقة عنق الرحم أو أجزاء أخرى من مين من اليوترس من الرحم، حتى إنها ممكن تشمل منطقة الإصابة وين عندها اللي هو من قنوات فالوب. ومن الحاجات اللي بتعملها النيسيريا جورونيا، الامراض اللي بتسببها او الالتهابات اللي بتسببها النيسيريا جونوريا عند المراه اللي هو بيلفيك انفلاماتوري ديسيز، اللي هي التهابات عندي في منطقه الحوض. وايضا من الحاجات اللي لاحظوها في المراه المصابه بهذا النوع من البكتيريا، انه بصير عند المراه اكتوبيك بريجنانسي. ايش يعني اكتوبيك بريجنانسي؟ انه الحمل خارج منطقة الرحم، وممكن في بعض الحالات انه المرأة تصاب ايضا بمين بالعقم نتيجة اللي هو وجود هذا النوع من الميكروب. هذا كان فيما يتحدث عن نسير الجونوريا عند المرأة. طيب في هنا نقطة مهمة، الجونوكوكال انفكشن، هل يمكن ان يحدث انه يصير عندي مرض السيلان او اصابة الجونوريا الانفكشن عند الاطفال؟ بقول لي نعم، وخصوصا يمكن ان يحدث ذلك during child birth عند الولادة، وبحيث انه من الاعراض اللي بتظهر عند الطفل المصاب بالسيلان انه وين الاعراض بتظهر بشكل واضح عنده في منطقة القرنية، ويصير في عنده التهابات واضحة في هذه المنطقة، بايش بيطلق عليها اسم اوبثالميا يونيتريوم، وفي بعض الاحيان يمكن ان تسبب العمى. هذه من ايضا من النقاط الهامه اللي نعرفها، انه هل يصاب الطفل؟ نعم، يمكن ان ينتقل له الميكروب حين الولاده وتصاب منطقه القرنيه في العين، ويسمى في حينه اوبثالميا يونيتريوم، ويؤدي به الى العمى.
كذلك وين ممكن يحدث الإصابة في المنطقة الريسبيراتوري تراكت، جهاز التنفسي. أعتقد من هذه الصورة واضح، زي ما حكينا الرجل المصاب بظهر عنده إفرازات قيحية، وبصير عنده بين في اليورينيشن، حرقة في التبول نتيجة اللي هو إصابته بهذا النوع من الميكروب. بالنسبة للمرأة بصير عندها التهابات في عنق الرحم، وفي منطقة بصير عندها إكتوبيك بريجنانسي، بصير اللي هو حمل خارج الرحم، وبصير ألم حتى في منطقة البطن، كرونيك أبدومينال بين بصير عند المرأة من ضمن الأعراض اللي بتصيبها. بالإضافة ل قلنا اللي هي منطقة الحوض، بصير التهابات في منطقة الحوض. نعم، الكونجنكتيفايتس التهابات ملتحمة العين. وقلنا بالنسبة للطفل المولود الذي يولد بالإصابة تنتقل له من خلال الأم الإصابة بمرض السيلان، بصير عنده التهابات في منطقة القرنية، حيث أنه الطفل بصير عنده زي ما أنتم شايفين أوبثالمينيتريوم، بحيث أنه يمكن أن يصاب الطفل بمين؟ بالعمى. بقول لي preventive measures are not taken، إذا ما تمش اتخاذ إجراءات الوقائية اللازمة، لأنه الطفل حينتهي لازم إنه يوضع له برهم ويتم متابعته بعناية مكثفة للطفل المولود. بقول لي هنا gonococcal ophthalmoniatrium، إيش بصير في هذه الحالة؟ زي ما قلنا قبل شوية، بصير التهابات في الإبيثيليوم تبع القرنية، وبيؤدي إلى microbial keratitis، التهاب في طبعا منطقة العين، بحيث انه بصير في عندي ulceration perforation، من ثم يمكن ان يؤدي ذلك الى العمى الطفل المصاب. diagnosis فيما يتعلق بالجونوريا، كيف بتم تشخيصها؟ بنتذكر اعتقد في شريحة جيدة حكيناها مع بعض في الجزء الاول من المحاضرة، لما شرحنا حكينا انه كلاهما يعتبر لو عملت لهم جرام ستين للجرام للنيسيريا جونوريا والنيسيريا مننجايتس، نجد انه يصير الجونوريا ايضا جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. وهنا شرحنا شغله مهم قبل شويه، انه الافرازات اللي بتخرج من القضيب لدى الرجل لو حطيتها على شريحه وعملت لها جرام ستين وتبين عندي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، استطيع الحصول على تشخيص مبدئي انه هذا الرجل المصاب ايش ماله؟ عنده نيسيريا جونوريا، لانه ظهرت بشكل واضح عنده مين؟ جرام نيجاتيف انترا اند اكسترا سيلولار ديبلوكوكاي. هذه شغله مهمه. النقطه الثانيه اللي هي عندي مين؟ اسيبتوماتيك كيسز، اللي هي في بعض الحالات لا يكون هناك اعراض، ممكن طبعا تتعرف عليها من خلال شغل البي سي ار، نعمل فحص بي سي ار ونحصل على نتيجه دقيقه منهم. في بالنسبه للتريتمنت، في مرات بصير كومبليكيشن في مرضى السيلان ناتج عن مين الكومبليكيشن؟ انه الشخص المصاب فيها بيكون عنده البكتيريا ايش مالها؟ ريزيستنت جونوكوكال سترينز. ايش يعني؟ انها تعتبر مقاومه للاستجابه للمضادات الحيويه. فهذه من الملاحظات الهامه. في عندي شغله برود سبيكترم انتي مايكروبيال دراجز ار اوفن يوزد، في بعض الحالات ممكن نعطى اللي هو العلاجات السيفترياكزون السيبروفلوكساسين، من العلاجات طبعا اللي ممكن تعطي نتائج ايجابيه وواضحه لهذا الموضوع، اللي هي السيفترياكزون الثيرد جنريشن من السيفالوسبورين، وسيبروفلوكساسين من مجموعه الجونالونز، بيعطوا نتائج جيده مع هذا النوع من البكتيريا. زي ما احنا شايفين هيها عباره عن جرام نيجاتيف دبلوكوكاي، والنيسيريا مننجايتس برضو جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، هي ممكن تكون جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي انترا واكسترا سيلولار. بريفنشن، ايش اهم طريقه للوقايه من الاصابه؟ اللي هو سيكشوال ابستنس، يعني نحاول التباعد الجنسي، بحيث اذا كان الرجل يشكو من اعراض مصاب بمرض السيلان ان لا يكون جماع جنسي مع زوجته، حيث تحدثنا انه اصابه المراه بالعدوى من رجل مصاب بمرض السيلان تعتبر اكثر ارتفاعا، وحتى لما تكون حامل وفي حاله ولاده يمكن ان تنقل الاصابه ايضا الى مين؟ الى الطفل المولود. هذه نقطه لازم تؤخذ في عين الاعتبار. هل يوجد فاكسين لها؟ لا يوجد فاكسين.
لا النيسيريا جونوريا. كيميكال بروفيلاكسيس از ان افكتيف. قضية إننا نعطي علاجات وقائية منها مش حتجيب، بقدر ما إنه نستخدم طرق وقائية مهمة. بقول لي هذه النقطة اللي أنا شرحتها خلال حديثي عن الطفل الصغير اللي بينولد، إيش بقول لي أنا؟ روتين administration of antimicrobial agent to the eyes of a newborn successfully prevent ophthalmic disease. إذا كانت الأم معروفة إنها مصاب بالحمى الشوكية والطفل اللي انولد إلها البيبي، حينت الولادة يجب أنه يعالج بمضادات حيوية بحيث أنه نحط برعم في عينه بعلاجات مضادات حيوية حتى أنه نمنع دخوله في الأبثالميك ديسيز مثل ما تحدثنا قبل شوية، يدخل في أبثالميا نيوتريم ويصير طفل في مراحل متقدمة ممكن يصاب بالعمى. بالنسبة للموراكسيلا، هذا النوع اللي طبعا هنتحدث عن الجزء الأخير في المحاضرة اللي هو عن الموراكسيلا كاتاراليس. بالنسبة للموراكسيلا كان طبعا ريدر ذان برانهاميلا، يعني هي خصوصا الحديث الآن عن موراكسيلا وخصوصا موراكسيلا كاتاراليس اللي بتتبع للموراكسيلا سي. بقول لها هل تتبع للنيسيري سي للمجموعة هاي؟ طبعا لا، لكن ممكن يكون في عندنا تشابه في المورفولوجي في البايوكيميكال سيميلاريتي لهذا النوع من البكتيريا. بالنسبة لها هذه البكتيريا الموراكسيلا وين بتكون موجودة؟ في الأبر ريسبيراتوري 1 ل 5 ل 5.4 من الهيلثي انديفيديوال، يعني بشكل طبيعي موجودة في الأبر ريسبيراتوري. وكنا حكينا عن نيسيريا من إنجاز إذا بنتذكر إن حتى هي موجودة بشكل طبيعي في الأبر ريسبيراتوري، وأكثر حاجة موجودة بنسبة 50 و 80 في الشيلدرن، والأدلت بنسبة 26 و 5%. ممتاز. الموراكسيلا كاتاراليس تايبس اوف انفكشوس ديزيز، مودز اوف انفكشن، طريقه الانتقال او طريقه الاصابه بهذا النوع من البكتيريا. طبعا اوروفيجيال اندوجينيوس سترين وين بتروح؟ النورمال ستيرايل ريجون اوف ذا تراكيو برونكيال تري، تروح تدخل على منطقه اللانج. وين كمان ممكن تعمل مشاكل؟ في الميدل اير، في الاذن الوسطى، سينوسايتس. معناتها اذا الميكروب بدا يعمل التهابات حيعمل وين؟ بدخل من طبعا من الاوروفارنجيل، وين بيطلع؟ بينتشر بيذهب لمناطق مثل التراكيا، الشعب الهوائيه والشعب البرونكيولز. ممكن يذهب طبعا الميكروب هذا للاذن الوسطى، ممكن يعمل للجيوب الانفيه، يعمل فيها ايش؟ التهابات. بحيث انه من النقاط الهامه انه ممكن هذا الميكروب يعمل acute perulent exacerbation of chronic bronchitis، زي ما حكيت قبل انه بيصل للبرونكيولز وبيعمل التهابات شديده في الشعب الهوائيه. حتى زي ممكن انه يعمل 10 ل 15% من الحالات اللي بتسبب اوتيتس ميديا، تعمل التهابات في منطقه مين؟ الاذن. بالاضافه الى ذلك انه هذا طبيعه هذا الميكروب ايش ممكن يعمل عندي؟ سينوسايتس اللي هي التهابات بالجيوب الانفيه. شايفين برضو ناخذ معلومه انه هذا النوع من الميكروبات ريرلي اسوشيتد with systemic انفكشن. ايش مقصود بذلك؟ احنا النيسيريا مننجاس وين راحت؟ طلعت لما طلعت من الابيثيليوم وين راحت؟ راحت على البلد، متذكر وين وصلت؟ للنخاع الشوكي وعملت التهابات في النخاع الشوكي. بقول لي الموراكسيلا لا، ما بتصلش انها تعمل سيستميك انفكشن. الموراكسيلا ما بتسبب مننجايتس او ممكن انها تصل القلب وتعمل اندوكاردايتس بالمقارنه بالنيسيريا مننجايتس بهذا الامر. بالنسبه للايدنتيفيكيشن لهذه الانواع المختلفه من البكتيريا اللي مرت علينا، نيسيريا جونوريا ونيسيريا مننجايتس وموراكسيلا كاتاراليس، لو جينا بالمقارنات ايش طبيعه البكتيريا نيسيريا جونوريا؟ وين بتعطيني؟ بتعطيني اوف وايت كولونيز بتنمو على مين؟ على الشوكولات اجار، اند وذ نو ديسكالريشن اوف ذا اجار، ما بتغيرش من لون مين؟ الميديا. هذه اللي هي نيسيريا جونوريا، يعني ما بتاثرش على اللون الاجار تبع الميديا. وبنتذكر مع بعض الجمله اللي حكيناها انه من ناحيه الفرمنتيشن جونوريا ايش بتعمل؟ فرمنتيشن لمين؟ للجلوكوز. ولما بتعمل فرمنتيشن بتذكر بنحصل على مين؟
معلومة بتذكر إن حكيناها كلنا مع بعض وقلنا عنها مهمة، إنه بيحصل على أسيد فروم جلوكوز، بات نوت مالتوز، سكروز، فركتوز أور لاكتوز. من ضمن الفحوصات اللي أيضا ممكن تنعمل لنيسيريا جونوريا بوزيتيف سوبر اكزول تيست، بحيث إنه بنعمل الكتاليز بنسبة قديش الأشتوت ونسبته 30%. طبيعة هذا النوع من الميكروبات كوليستين ريزيستانت. ايش يعني مقصود بذلك؟ انه مين ميديا لو انا بدي ازرعه على سلكت الميديا اللي كنا حكينا مع بعض عنها قبل شويه في حديثنا عن النيسيريا، مين قلنا سلكتيف ميديا اللي بنستخدمها؟ بنستخدم الموديفايد ثيرمير مارتن ميديا، وقلنا ليش انها سلكتيف؟ بنتذكر شرحناها بشكل جيد لوجود الانتي بايوتيك فيها اللي بيعمل انهبيشن للجرام نيجاتيف فلورا وللجرام بوزيتيف فلورا وللنستاتين للفطريات، وبيسمح لمين للنيسيريا، وكمان عندي للموراكسيلا انها تنمو عليه. وهنا عندي النيسيريا جونوريا، واضح عندي اللي هو شكلها على الموديفايد مارتن ميديوم. مين عندي هون اللي هي نيسيريا مننجايتس؟ ايش قلنا عن النيسيريا مننجايتس؟ تعطينا جري كولوني عن الشوكولات اجار وذ جرين هيز ان اجار immediately اندر adjacent كولوني. هاي طبيعه اللي هو البكتيريا شو بتطلع شكل على الشوكولات، وحنشوفها مع بعض. بالنسبة إلها بنتذكر المينينجايتس حكيناها، بالنسبة للفرمنتيشن إيش بتعمل فرمنتيشن لمين؟ للجلوكوزومين والملتوز، لكن نات سكروز فراكتوز لاكتوز. بالنسبة إلها كوليستين ريزيستنس، إيش يعني بنقصد من ذلك؟ في إنها تعتبر ريزيستنت لأنتيبيوتيك الكوليستين، وعلى ذلك إحنا وين الميديا اللي بتنمو عليها؟ ثاير مارتن ميديا اللي شرحنا عنها. نيسيريا جونوريا، نيسيريا مننجايتس، ومين عندنا موراكسيلا كاتاراليس. هي عندي الجراي حكينا عنها، الكورنيس اللي على بلاد اجار، شوكولاتة اجار، هذه نيسيريا مننجايتس. موراكسيلا كاتاراليس، موراكسيلا كاتاراليس ايش بتعطيني هذا البكتيريا؟ بتعطينا بينك كلاريشن. وين انا البينك كلاريشن بتعطيني اياه؟ على شوكولاتة اجار، not apparent on blood agar، بظهرش يعني بشكل واضح على الاجار، على البلاد اجار، بس اكثر على الشوكولات اجار. بالنسبه للفرمنتيشن اظن هي واضحه، هذه نتذكر عنه no acid from جلوكوز مالتوز سكروز فركتوز or لاكتوز. هذه من المميزات الهامه لميل للموراكسيلا. produce DNAs وسيز الانزيم بيوتيريت استريز، هذه من ضمن الانزيمات اللي بتنتجها هاي النوع من البكتيريا. هاي الموراكسيلا كاتاراليس، هاي البايوكيميكال رياكشن لتفريق ما بين نيسيريا جونوريا، نيسيريا مننجايتس، وموراكسيلا كاتاراليس، واعتقد شرحنا عن هذه الامور بشكل تفصيلي فيما سبق. اخر سلايد في الشابتر، هذه السلايد كتير مهمة جدا. ليش؟ لانه انا من خلال كيف يمكنني التفريق ما بين الجرام نيجاتيف كوكاي اللي شرحناها في هذا الشابتر، اللي هم بالثلاث انواع اللي هي نيسيريا جونوريا، نيسيريا مننجايتس، وموراكسيلا كاتاراليس، فكان عندي التفريق من ناحية الفرمنتيشن. هذا سؤال كتير مهم، مين اللي حكينا الجلوكوز بيعمل فرمنتيشن؟ له النيسيريا جونوريا بتعمل فرمنتيشن للجلوكوز، نيسيريا مننجايتس بتعمل فرمنتيشن للملتوز والجلوكوز، موراكسيلا كاتاراليس ما بتعملش فرمنتيشن لاي نوع من انواع مين؟ السكريات. هذه كانت فيما يتعلق بايش؟ بالفرمنتيشن. فيما يتعلق بالنيتريت ريدكشن، وهذه مهمه جدا، مين اللي بيعمل نيتريت ريدكشن؟ موراكسيلا كاتاراليس. اما كل من النيسيريا جونوريا والنيسيريا مننجايتس ما بيعملوش نيتريت ريدكشن. هي فرق ثاني. طيب فرق ثالث وهام جدا في التفريق ما بين مجموعات الجرام نيجاتيف كوكاي من حيث الكبسول. ايش عندي انا من حيث الكبسول؟ لو جينا على النيسيريا مننجايتس حكينا في لها كبسول، وبنتذكر لما
عملت طلعت من الإبيثيليا، ايش سوت؟ وراحت على البلد، شالت الكبسولة عشان تمرق من خلال الإبيثيليوم، ولما راحت على البلد رجعت بالكبسولة الثانية عشان تحمي حالها من الفاجوسيتوسيس، من ثم ذهبت لمين؟ للكابيلاري إندوثيليوم، للبرين. وهذا الكلام شرحناه بشكل كثير جيد. بالنسبة للكبسول، طبعا نيسيريا جونوريا وراكسيلا كاتاراليس لا يوجد لديها ايش؟ كبسول. تمام، بهيك بنكون انهينا شابتر جرام نيجاتيف كوكاي، شابتر من الشباتر السهلة جدا جدا. بتمنى تكونوا فهمتوه بالتفصيل، واذا في اي ملاحظة ان شاء الله خلال شرحنا في الجوجل ميت للاكسبلانيشنز، اي استفسارات ان شاء الله بنجاوب عليها خلال النقاش. تمنياتنا لكم بالتوفيق دوما إن شاء الله.